تنبهر الصور من أستراليا، حيث شهدت منافسات كأس هوبمان للتنس للفرق المختلطة التي شهدت موقفا طريفا لحكم الخط عندما حاول أن يتبادل الأدوار مع اللاعبة الأمريكية كوكو فان ديفينغ. ويبدو أنه رغم كونه حكما للخط في رياضة التنس إلا أنه يبدو بعيدا كل البعد عن ممارسة هذه اللعبة بعدما سقط أرضا عندما حاول إرسال الكرة وسط ضحك اللاعبين والجمهور وشخصه هو كذلك الذي تقبل تعرضه لهذا الموقف بكل روح رياضية.